ومن الولايات المتحدة الأمريكية ننطلق بكم إلى العاصمة الأسبانية مدريد واحتفال المدرسة السعودية في مدريد باليوم الوطني السعودي ومشاعر العديد من الطلبة المبتعثين السعوديين في الاعتزاز بوطنهم ومليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. نتابع. على رقصات من الفلكلور الشعبي ولقاءات ذات طابع عائلي خلدت المدرسة السعودية في مدريد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث التقى عدد من أبناء الجالية السعودية وإدارة المدرسة ووكلاء الطلاب في نشاط احتفالي يبعث روح الانتماء الوطني والاحتفاء بمسيرة النمو والتطور التي تشهدها المملكة. نقول الملك سلمان حفظه الله ورعاه، سمو ولي عهده الأمير محمد بن نايف، سمو ولي عهده محمد بن سلمان، كل عام وأنتم بخير، كل عام والوطن والشعب السعودي كل عام وأنتم في خير، كل عام ونحن في ارتقاء وازدهار بقيادة رشيدة وشعب وفي وأمة لا تعرف المستحيل. أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله تعالى وولي عهده ولي عهده بهذه المناسبة في هذا اليوم الوطني، ونسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على أمتنا العربية والإسلامية وأن يوفق الجميع لكل ما يحب ويرضى. من فضل الله كان في تنظيم جيد جدا في بمناسبة اليوم الوطني، كان في حضور ملفت للنظر على مستوى عالي من الجانب الأسباني ومن جميع السفارات المتواجدة في مدريد. فعلا الحفل اليوم الوطني خرج بوجه مشرق جدا يعكس سمعة المملكة العربية السعودية ويعكس هوية المملكة العربية السعودية الإسلامية ومدى تقدم المملكة في شتى النواحي الاقتصادية والتعليمية والتجارية أيضا. أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهدي وولي عهدي في هذا اليوم الوطني، وأسأل الله العلي القدير أن يديم لنا الأمن والأمان في الأمة الإسلامية والعربية. المدرسة السعودية في العاصمة الإسبانية مدريد تشكل محور تعليم متقدم للجالية المسلمة، حيث تعتمد مناهج متفقة مع الشريعة الإسلامية وتدرس اللغة العربية، وتحتضن أبناء الجالية الإسلامية من المراحل الابتدائية الأولى لغاية المرحلة الثانوية، كما يتجاوز دورها مجرد تقديم الدروس فهي حاضنة قوية للأخلاق والمبادئ الإسلامية الصحيحة عبر مناهج يتم تحديثها باستمرار لتربية الأجيال المسلمة والتي تنتسب لعدد كبير من الجنسيات حول العالم. نهدف إلى تعزيز القيم العربية، نهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية في نفوس أبناء المغتربين. لدينا أكثر من 15 جنسية يدرسون في داخل المدرسة، ما بين جنسيات عربية مختلفة، ما بين أبناء السعوديين، ما بين أبناء خليجيين. الكثير من الآباء يحرصون على أنه يأتون بأبنائهم إلينا لتعزيز القيم العربية والإسلامية في نفوس أبنائهم. المدرسة السعودية في مدريد هي مشعل آخر من مشاعل المعرفة والحفاظ على الهوية الإسلامية وربط الأجيال المختلفة بعضها ببعض، وهي نموذج آخر لتوسع المشاريع التربوية في المملكة ليصل إشعاعها مختلف أنحاء العالم. أمين صافي لبرنامج أبناؤنا في الخارج مدريد.